وإن مما يحسن أداء الإيمان في قلب المسلم، بل مما لا يتم الإيمان إلا به، أن يتوكل العبد على ربه حق التوكل. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل الله التوكل عليه شرطا من شروط كمال الإيمان. قد يسأل سائل: ما هذا الذي تتحدث عنه؟ ما التوكل؟ ما المقصود به الذي ذكر في القرآن في مواضع عديدة؟ أمر الله به نبيه وتوكل على العزيز الرحيم، وتحدثت عنه الرسل الكرام، فقالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما هذا؟ ما حقيقته؟ كيف نعيشه؟ وكيف نقيس أداءنا فيه؟ هل نحن محسنون أم مسيئون؟ متوكلون أم متواكلون؟ إن التوكل هو الثقة في الله عز وجل، ثقة كتلك التي يعيش بها الطفل الصغير عندما يعتمد على أمه، تدبر شؤونه، تصلح حاله، تهيئ له طعامه، شرابه، ثيابه، تبعده عن مواطن الضرر والأذى. فإذا كان ثمة خطر تأخذ بحجزه، تحافظ عليه، تحيطه ببدنها وبقلبها قبل بدنها. وإذا كان ثمة خير أو معروف بادرت وقدمته على أن تقدم نفسها. هذه الثقة التي يمتلئ بها القلب عند الطفل الصغير بالفطرية، بطريقة فطرية لا إرادية، هي الثقة التي ينبغي أن تملأ قلب كل مؤمن مع ربه سبحانه. ولم لا؟ والله عز وجل أرأف بنا وأحلم علينا وأرحم بنا وأعرف بما يصلحنا وأحرص علينا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن أصدقائنا ومن إخواننا وأخواتنا ومن زوجاتنا ومن كل من يتصل بنا من المخلوقين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة من نساء المسلمين في عصر الإسلام الأول استشهد زوجها في معركة من معارك المسلمين، فجاءتها أخواتها معزيات، أعظم الله أجرك، تقبل الله زوجك. ثم سألها بعضهم: كيف ستعيشين وقد مات عائل هذه الأسرة؟ قالت: إن زوجي مذ تزوجته عرفته أكالا، وما عرفت أنه رزاقا. إذا كان الأكال الذي كان يتسبب بوجود الطعام والشراب عندنا قد مات، فإن الرزاق حي لا يموت. وتوكل على العزيز الرحيم. إخواني أو أخواتي، إننا ينبغي أن نعيش في رحاب هذا التوجيه القرآني الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.
فهو حسمه في كل صغيرة وكبيرة. وهنا لي أن أسأل نفسي وإخواني وأخواتي سؤالا: ما السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسب الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري والجلطات القلبية والدماغية والأمراض النفسية والعقلية في بعض الأحيان؟ إن غالب هذه الأمراض يقف وراءها شيء مخيف يشبه الشبح، اسمه القلق. القلق، الخوف من الغد، الخوف من المصير المالي العملي، الخوف من تقلب حال الوظيفة ومصادر الدخل، الخوف ممن سلط عليك بسبب قوة أو بسبب زيادة مال أو بسبب سلطة، الخوف على الأولاد وربما الخوف من الأولاد، القلق الذي سيطر على حياة كثير من الأسر فجعل الزوج ينام في فراشه بجوار زوجته متوجسا منها خائفا، والزوجة خائفة وجلة، ربما أشياء أو أسئلة كثيرة تدور في فلك الذهن فتجعل الناس يعيشون ويلاحقهم هذا الشبح فيجرون وراءه ويتكففون على وجوههم أن يسقطون في مأزق تلو الآخر. ما فكر أحدنا أن يقف مع نفسه برهة، يعيد النظر ويفكر ويتدبر؟ رزقك مقسوم، أجلك محتوم معلوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصغار، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم. أتذكرون عندما أخذ عبد الله بن عباس معه على دابته وعلمهما يحفظه الجميع: يا بني أو يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، طويت الصحف، قضي الأمر. ما الذي تخاف؟ لما تترك القلق يفسد عليك حياتك ويضيع أوقاتك ويذهب ما أنت فيه من النعم؟ إن أحد الحكماء كان يقول: إن الانشغال بالمفقود، الانشغال بالأشياء التي ليست في أيدينا عن الموجود، يعني الانشغال بالتفكير في الغوائب في الأشياء التي نرجو ونتمنى عن ما في أيدينا من الفضائل والنعم، جحود للنعمة، جحود للفضل الإلهي الذي من الله عليك به. وبالله عليكم، بالله عليك يا أخي، إذا ذكرت ما أنت فيه من الفضل لست في خير كثير. ما الذي يجعلك تترك هذا القلق يؤذيك ويفسد عليك حياتك وينغصها؟ تعالوا بنا نتعلم من سيدنا رسول الله ومن صاحبه صلى الله عليه وسلم الموقف الشهير جدا في رحلة الهجرة عندما اختبأ الحبيب وصاحبه صلى الله عليه وسلم.
في الغار، وكان أبو بكر يقول لرسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا يا رسول الله. وجل خائف. فعلمه وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشعر هذا المعنى، عش في رحابه. وقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك؟ والله لن يضيعنا الله يا أبا بكر. ولذلك تعلم الصديق الدرس، وعندما كان تجهيزهم لجيش العسرة، جيش تبوك، وطلب النبي من الصحابة أن يساعدوا في تجهيز الجيش، ماذا فعل أبو بكر وماذا فعل عمر، بل ماذا فعل المؤمنون؟ جاء أبو بكر بكل ثروته، بكل ما عنده من مال، ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تعلم لن يضيعنا ففعل، نسمع فنعمل. وهذا عمر يأتي بنصف ثروته، وغيرهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ليسوا خيالا ولا أساطير، إنما هؤلاء رجال تعلموا فعملوا، ومن أراد أن يحذو حذوهم ويسير على طريقهم فالفرصة متاحة.